بسم الله الرحمن الرحيم، اهلا بكم اعزائي المشاهدين. سهره رياضيه جديده، ملعب اون تايم سبورتس دائما وابدا معكم. كل الاخبار والانفرادات والكواليس دائما بقول لكم ان احنا معاكم عبر الشاشه وايضا عبر اثير الاذاعه عن طريق اون سبورت اف ام. بنكون معاكم دائما وابدا كل مشوار حلقتنا اللي فيها النهارده اخبار كتيره، فاهلا بالمشاهدين واهلا بالمستمعين واهلا بالجميع. خبر طازه، سلبيه مسحه النادي الاهلي في الدار البيضاء. كل اللعيبه الحمد لله 28 والجهاز الفني والاداري وكل اللي اجروا المسحه الحمد لله المسحه سلبيه تماما. ده خبر جيد قبل بدايه المباراه اللي الكل في انتظارها باذن الله يوم السبت المقبل. السبت المقبل الساعه 9 باذن الله هيكون النهائي. رقم كتير للاهلي، لكن البطوله اذا تحققت بامر الله تكون البطوله العاشره. والبطوله العاشره من وجهه نظري لها اكتر من معنى. ادي لعيبه النادي الاهلي ساعه المسحه، والحقيقه الكاف عامل شغل اكتر من محترم، وبالمناسبه كمان في اجتماع للمكتب التنفيذي غدا للكاف في المغرب الشقيق. البطوله العاشره، يبقى النادي الاهلي حقق ارقام غير مسبوقه باسم بلدنا، باسم مصر. مع احترامي للبعض اللي هيدبح نفسه لو الاهلي خسر، احنا مش عايزينك تدبح نفسك، يعني بالعكس احنا عايزينك تفضل عايش وكويس وتمام التمام، لانه احنا محتاجينك، يعني محتاجين كل شخص يعني. ونفسي الحقيقه انه كل واحد او كل شخص شايف انه فوز الاهلي ببطوله قاريه او فوز الزمالك ببطوله قاريه بيوجعه، خلي الوجع جواك، بلاش تطلع تعلنه، لانه لما تطلع بتثير عطف الناس، مش غضب خالص، محدش بيغضب منك خالص ابدا، لكن بتثير عطف الناس عليك، لان بتتساءل عن قواك العقليه. يعني اي حد شايف انه نفسه ان الاهلي يخسر، حقك ما بينك وبين نفسك، او شايف ان الزمالك يخسر في بطوله قاريه بينك وبين نفسك. وانا هنا واحد من الناس، واضح انا في بطوله قاريه انا مصري بنسبه 100%، بنسبه 1000%. البعض بيزعل من الكلام ده، معاه كل الحق، لكن ده اسلوبي وده هدفي وده منهجي دائما وابدا. ايوه كلنا هنشجع النادي الاهلي، مش هتشجع اسكت، هتبقى فرحان لما الاهلي يدخل فيه جون، اقعد في وسط جماعه زيك كده وقعدوا تنططوا وهيصوا لما الاهلي يدخل فيه جون. لكن باذن الله، بامر الله، بدون مقاطعه، الاهلي هيسعد الغالبيه العظمى، الغالبيه العظمى من الجماهير المصريه الاسوياء بمختلف انتماءاتها وبمختلف ميولها. وده اللي بيهمني على فكره، الناس العقلاء، الناس المحترمين، الناس اللي فاهمين معنى الرياضه، حتى اللي كاره، حتى اللي كاره، حتى اللي مش بيحب، مفيش مشكله عندي خالص، بس لو سمحت خليها بينك وبين نفسك. كل القلوب تتجه للنادي الاهلي لتحقيق العشره، عشان زي ما بنتكلم بزهو على ريال مدريد او على برشلونه او على مانشستر يونايتد او على ليفربول أو أو, او 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 نتكلم بهذا الزهو وهذا الفخر وهذه الفرحه على النادي الاهلي المصريين. النادي الاهلي مصر، ممثل مصر. تخيل حضرتك كده والكاف وانفنتينو موجود وهم بيسلموا الكاس باذن الله بامر الله بدون مقاطعه للكابتن محمد الشناوي. هو مش هيقول اهلي ولا هيقول زمالك ولا هيقول بطل مصر، هيقول فريق من مصر. تخيل واليور سبورت بتذيع هذا اللقاء وقنوات كثيره جدا بتذيع هذا اللقاء، والمعلق سواء بالإنجليزية أو الأسبانية أو الفرنسية أو الألمانية أو الإيطالية أو أي لغات العالم، وبيتكلم على هذا النادي المصري وهو بيفوز بهذه البطولة. واضح أن المعنى ده مش واصل لكتير من الناس، فإحنا دورنا أن احنا نحاول نوصله، ودور الجميع أن هم يحاولوا يوصلوا. الجميل من وجهة نظري أنه الناس عرفت أهمية المباراة وقوة المباراة، لأنه لما وصل كايزر شيفز الناس في الأول كانت فرحانة. على فكرة دي كانت مشاعر جماهير الوداد لما الوداد مع كايزر شيفز، وما كانوا كسبانين 4 وكان الماتش خارج المغرب، والماتش الثاني الوداد لعب من غير معظم فرقته، فكانوا كانهم في نزهه. النزهه اتقلبت الى كابوس، وكايزر شيفز كسب الوداد في المغرب 1-0 وتعادل في ملعبه 0-0 وصعد الى المباراه النهائيه. اوعى تامن غدر كره القدم. وده اللي عجبني من خلال تواصلي مع من حول بعثة النادي الأهلي، إنه مركزين جدا وعايشين في المباراة جدا جدا، بدءا من رئيس البعثة كابتن محمود الخطيب رئيس النادي، مدير الفني وجهازه الإداري والفني كابتن سيد عبد الحفيظ مدير الكرة الناجح جدا، وكل اللاعبين. نتمنى إن شاء الله بإذن الله
للأهلي الفوز والنجاح. وبعود وكرر تاني سلبية مسحة لاعبي النادي الأهلي.